مرحبا متابعين قريات مباشر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. اليوم بعد عرض نادي النهضة الأول مسجلين الأول معنا ضيف آخر أستاذ علي. مرحبا ومساء الخير. مرحبا بك ومرحبا بكل الإخوان في قريات قريات مباشر، مباشر أي. وسعدت بهذا اللقاء معكم. مرحبتين أستاذ علي، بس نبغى نسمع انطباعك بعد عرض نادي النهضة واليوم الأول في المسابقة، حضور جماهيري، هل تفائلت بعد أول عرض بالعروض القادمة؟ بصراحة يعني العرض اليوم كان بداية خير وبشرى خير للعروض القادمة، إن شاء الله أن تكون العروض القادمة بنفس المستوى وأحسن إن شاء الله، مش تنقيصا من عرض اليوم على أساس أنه يكونوا هما أحسن ايوه منها، لا، أنه نتمنى أن كل ما جاء عرض يكون أقوى وأفضل بحيث أنه نستمتع بالفرجة المسرحية. نعم، حضوركم ودعمكم دائما شيء رائع جدا، خصوصا في مسابقة شبابي مثل هذه، ونحن نشوف مع التلفزيون على المسرح دائما. فنسألت نفس السؤال الأستاذ خميس، بسألك إياه، وش النصيحة اللي تبغى تقدمها وتقولها الشباب خاصة في مسابقة مثل هذه؟ أغلبهم ترى يكونوا طالعين على المسرح المرة الأولى، يمكن في شوف ترى شباب. قبل نكون احنا على التلفزيون احنا بدايتنا مسرح، نعم، احنا مش تلفزيون، احنا اساسنا المسرح، نعم، واللي صنعنا المسرح من بعد ثم ذلك، اتجهنا للتلفزيون ولا زلنا مستمرين في المسرح. بالنسبة للشباب، انا اتمنى ان كل الشباب الجدد اللي يشتغلوا في المسرح انهم ما ييأسوا اول شيء. ثاني شيء، كثرة التجارب وكثرة الاعمال وكثرة حضور المهرجانات وحضور الفعاليات هذه تسقل الممثل ويتأهله بحيث أنه يقدم الأفضل دائما. فما أتمنى من أي حد أنه ييأس من أول مرة، يقول لك والله أنا ما قدمت، أنا ما كنت ممتاز، أنا ما كنت بهذاك المستوى. لا، ما في حد ينولد من أول يوم نجم، وما في أي واحد أنه بيكون فنان من أول يوم. الفن ترى يعني على قولتهم يبالي حفر في الصخر، بالك انك تتعلم تغلط وتتعلم وتتعلم وتغلط وتتعلم لحد ما توصل للمرحلة اللي تقدر تقول فيها ان انا صنعت نجم. هذه نصيحة من ذهب أستاذ علي، أحس حبيبي كل حد يأخذها ويتعلم منها صراحة. ان شاء الله احنا لليوم بعدنا لازلنا نتعلم رغم مرور كل هذه السنوات، لازلنا نتعلم حتى من هذول الشباب اللي جالسين يقدموا، جالسين نتعلم منهم ونستمتع بالاعمال اللي جالسين يقدموها. بصراحة طاقات شبابية رائعة رائعة، أنا صرت أستمتع بحضور إبداعات شبابية لأني أشوف شيء متجدد، أشوف فورة الشباب، أشوف الشباب كيف يشتغلوا بحب للعمل، تحسهم أنهم هم مستمتعين بالعمل أكثر من الجمهور اللي حاضر، ما يشتغل على أساس أنه يقدم عرض، بالعكس جالس يشتغل وهو مستمتع باللي جالس يعمله، وهذا أهم شيء في المسرح. أنا بسألك مثل ما أسألت نفس أستاذ خميس سؤال آخر أيضا، جديدك هذا العام؟ والله للأسف السنة أنا ما عندي ولا عمل تلفزيوني، لأن الإشكالية هو ترى عمل عمل تلفزيوني واحد. واحد نعم، وما حصلت الفرصة أني أنا أشارك معهم أو ما طلبت أني أنا أكون معهم من ضمن طاقم العمل. عندي عمل إذاعي الحين جالسين نسجله، مسلسل إذاعي. هذه إشكالية عامة مع أغلب الممثلين هي مش مؤخرا إشكالية، آخر لا لا سنوات لا أستاذ مش علي. إشكالية. أنا أقول لك حاجة، الأعمال قلة الأعمال تراها ما تعطي فرصة أيوه للممثلين أنهم يشاركوا. أي هو هذا اللي كنت يعني إذا بسألك كان إياه. عدد الشخصيات 20 شخصية وإحنا ما شاء الله عدد الممثلين عندنا أكثر من 200 ممثل، من هذا بيخلوا اللي ومن أبغى أسألك بياخذوا؟ إياه، إيش سبب إنه أعمالنا في رمضان محدودة عكس باقي دول الخليج، مع إنه عندنا الحراك المسرحي والتلفزيون والإنتاج معنا، يعني موجود شركات الإنتاج موجودة كثيرة. إشكالية الإنتاج التلفزيوني إنه إنتاج حكومي، والإنتاج الحكومي يعني مربوط بموازنة معينة وكأنها فرض شركة الإنتاج على التلفزيون أنه ينتج عمل أو عملين في السنة. الإشكالية بعد لو جات شركات الإنتاج مثل ما في الخليج، ترى على فكرة أغلب الأعمال في الخليج هي إنتاج خاصة، شركات شركات خاصة. خاصة وتسوق لها عن طريق النجوم اللي يمثلوا فيها. يعني أنت قيمة العمل تحدد بقيمة النجم الموجود موجود في المسلسل. المسلسل، لأن هذاك النجم يجيب لك إعلانات، يجيب لك عوائد مالية، فعشان كذا مشاهدات. تسوق. معناته إن إحنا عندنا الإشكالية في عمان، ما عندنا يعني دائرة مختصة أو مركز مختص بتسويق الأعمال العمانية. لو عندنا نظرة للتسويق، إنتاج الأعمال إنها تتسوق وتنباع ويكون لها مردود مادي، صدقني ما بيكون في عمل واحد وبس، بيكون في عمل وعملين، بيكون في استمرارية، منافسة. ما بيكون بس العمل مربوط برمضان، يكون الأعمال طول السنة. بس صحيح. الإشكالية ما في عندنا تسويق، العمل صاير ينتج لرمضان وكأنه فرض عين أن المسلسل يكون في انتاج رمضان التلفزيون. وانتاج التلفزيون. فترة من الفترات التلفزيون
فتح المجال لشركات القطاع الخاص وشركات الإنتاج على أساس أنها هي تشتغل، بس كانت تشتغل بعدها تحت مظلة التلفزيون كمنتج منفذ. في عهد ما وصل عدد الأعمال إلى 7 أعمال في السنة، وهذا شيء جميل، بس بعدين بدأ ينزل 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 علينا صار عمل واحد. جات فترة مرت سنوات ما في عمل، صار انقطاع بسبب أزمة كورونا. أيوه. توقفت الأعمال، العام الماضي رجعوا يشتغلوا، كان في عمل العام الماضي. السنة نفس الشيء، الإشكالية أن الطاقم اللي اشتغل العام الماضي هو نفس الطاقم اللي اشتغل السنة، أقصد كطاقم فني مش كممثلين. بينما الممثلين متجددين، في منهم الأساس اللي هم كانوا موجودين العام الماضي، وفي وجوه جديدة موجودة. هذا الحال من زمان، هذا الحال من زمان، نتأمل أنه يكون في المستقبل شيء. والله أفضل. نتمنى، لأنه في فترة في تفاؤل سألني وأنت ابن التلفزيون. والله في تفاؤل إن شاء الله في القادم إن شاء الله. إن شاء الله ترى بناخذ التصريح نتفائل إن شاء الله معك. ليش ما نتفائل؟ نتفائل دائما، الإنسان يعيش بتفاؤل. أنت شايف شيء في المستقبل ممكن يتحسن إن شاء الله، ولا هذه بس يعني كيف أقول لك، يعني أنت شايف حاسس شيء، ولا بس إنه تتمنى أمنية؟ هي أمنية، لأنه في النهاية أنا ترى لا أنا قريب من صناع القرار. نعم. ولا أنا قريب من التلفزيون أو وزارة الإعلام. نعم. أنا متعاون في التلفزيون. نعم. يسمونه متعاون. نعم. يعني أنت تشتغل لعمل معين بعقد معين فقط، بعدها أنت ما لك علاقة لا بالتلفزيون ولا بالإذاعة. فما نعرف، نتمنى الواحد يتمنى. شكرا سلام. الحمد لله. انا خاف طولنا عليك اليوم. لا بالعكس، انتوا اعذرونا يعني، على الاقل انا شويه كان في نوع من الربكه. دائما تشرفنا دائما حبيبي، جزاك الله خير. وانا متشرف جدا اني جالس معك وعم بقول لك حبيبي. انا اللي اتشرف وشكرا لك. كثير حالي اول لقاء حالي مع سيد خميس، ثاني لقاء. شكرا كثير، احسنت سلام علي. شكرا 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 كثير. شكرا شكرا لك مباشره بعد. السلام.